السلام عليكم الإخوان. اليوم الدرس ديالنا إن شاء الله غادي يكون على ريلي الغمازات، طريقة ديال تحديد الأقطاب وطريقة ديال توصيل المخطط. الريلي عندنا على هذا الشكل، هذا فيها قطب موجب وقطب سالب. قطب الموجب تيجي من كونتاكت السيارة من بعد ما تنشغلو، القطب أغ اللي هو تيمشي لينا المصباح الشاهد في طابلو السيارة اللي هو نعتبره حنا هو هذا. القطب السي هذا هو اللي تيتفرق لينا لجوج ديال القاطعات. القاطعة الأولى هي ذراع التحكم اللي تنطلعو تتعطينا الإشارة اليمين، ولا تنزلو تتعطينا الإشارة الجهة اليسار. وفي نفس الوقت تمشي لينا لهاد القاطعة هادي اللي تتخدم لينا، اللي هي فيها أربعة الأقطاب وتتخدم لينا الجهة اليمين والجهة اليسار. مثلا في حالة ما عندناش هاد المعلومات هادو، كيفاش غادي نعرفو هاد الأقطاب؟ تنجيبو سالب وموجب البطارية تقريبا 12 فولت، وتنبقاو تنقيسو هاد الأطراف عشوائيا. هنا عطانا طقطقة، يعني في هاد الحالة القطب الموجب تيولي بلاصة السالب والقطب السالب تيولي بلاصة الموجب على هاد الشكل. هذا هاكا عطانا طقطقة، يعني تنعكسو هاد الأقطاب. القطب الموجب هنا والقطب السالب في الوسط. قبل ما نبداو التجربة ديالنا ضروري خصنا نفحصو هاد الأقطاب ديال هاد القاطعة، حيت عندها عدة أقطاب، يعني باش نعرفو فين هما هاد جوج الأسلاك اللي غادي ندخلو، وفاش نضغطو عليها غادي يخرجو لينا. يعني غنخليوها في وضع التشغيل على هذا الشكل، ونفحصوا هاد الأقطاب، نضعوا الأفوميتر على وضع الجرس، ونفحصوا هكم هادو جوج وهادو جوج. يعني فاش غادي نسكتوها ما خصش يعطينا صوت الجرس، يعني هادو هما الأقطاب اللي تنبحثو عليهم. غادي نحاول نربط فيهم هاد ربعة الأسلاك، نصبحو هنا على هاد الشكل، جوج الأسلاك اللي داخلين وجوج الأسلاك اللي خارجين. نبداو التجربة ديالنا. عندنا نبداو بهاد القطب أغ اللي هو هذا، غادي لينا المصباح الشاهد. هذا هو المصباح الشاهد الموجب ديالو، وهو القطب السي. السالب ديالو والسالب تاع المصابيح غنخليهم هما اخر حاجه، وغادي نربطوهم بالسالب ديال البطاريه. نمشيو لهذا القطب السي اللي هو نعتبره هو هذا، تتفرع للقاطعة الأولى والقاطعة الثانية. هذه القاطعة الأولى تيجي للوسط ديالها، هذا هو السلك الوسط، وفي نفس الوقت تيمشي لينا لجوج الأسلاك ديال هذه القاطعة الأخرى اللي هما نعتبروهم على هادو. من هذه القاطعة هذه كاين فيها الجهة اليمين وفيها الجهة اليسار. هذه هي نعتبرها هي الجهة اليمين مع موجب المصباح اليمين. الجهة اليسار
اللي هي هذه مع المصباح الجهة اليسار، او ما جوج اللي خارجين لينا من هذه القاطعه، واحد غادي اليمين وواحد غادي اليسار. هادو كيما درنا لهم ماشي مشكل، حيت تيخدموا لينا الاضواء بربعه، يعني ما عندناش مشكل الا قلبنا الاسلاك. وهذا نعتبره الجهة اليسار، هو هذا. تيبقاو لينا جوج الأقطاب، واحد سالب ناخده هو هذا، نوصلوه بالسالب ديال المصابيح كاملين. هاد المصباح السالب ديالو ها هو. هاد المصباح الشاهد السالب ديالو ها هو، هو هذا. هاد المصباح السالب ديالو هو هاد الجسم، هذا هو السلك السالب. قلنا مع سالب المصابيح مع سالب البطارية، موجب البطارية مع القاطعة هي هذه، ومن القاطعة الموجب الريلي. هذا مفتاح التشغيل الكونتاكت، هنا تعطينا الإشارة يمين، هذا المصباح الشاهد داخل طابلو السيارة، وهذا الجهة اليمين، هذا الجهة اليسار مع المصباح الشاهد ديال طابلو السيارة. هاد القاطعة هاي هي اللي تعطينا تشغيل ديال الأضواء الأربعة، يعني هما خدامين المصابيح كاملين والمصباح الشاهد. إلى لاحظتوا معايا هنايا النبضات ديال الإضاءة متوازنة، يعني في الأصل خصو يكون بحال هاد الشكل، ولكن فاش تنشغلو الجهة اليمين أو الجهة اليسار تتولي النبضات سريعة. يعني المشكل فين كاين؟ المشكل كاين عندنا هنا في هاد الريلي، دايرين فيها إما جوج أو ربعة ديال المصابيح 21 واط و 12 فولت. حنا فاش نخدمو الجهة اليمين هاد المصباح ما غاديش نحسبوه، حيت عندو المخرج ديالو قلنا هو اغ بوحدو، يعني المخرج ديال السي تيخرج لينا غير المصباح اما على اليمين اما على اليسار، غير 21 واط، يعني مصباح واحد، داكشي علاش تكون الاشارة سريعة. ولكن فاش نخدمو المصابيح كاملين تيولو تيخدمو عندنا جوج تاع 21 واط، وتتولي الإشارة متوازنة يعني في الشكل الصحيح. وهذا المصباح الشاهد اللي تيكون داخل السيارة هذا هو اللي تيعطينا في حالة ديالي إذا كانت الإشارة بحال هكا سريعة، تنعرفو بأن إحدى المصابيح إما الأمامي أو الخلفي فيه مشكل، إما المصباح محروق إما سلك ما موصلش مزيان مثلا. ولكن فاش تلقاو المصباح ديال طابلو السيارة على هذا الشكل تنعرفو بأن المصابيح ديالنا راه مزيانين، ما عندناش فيهم مشكل. هذا التجربة ديالنا ساليناها. كاين عندنا بعض الريليهات اللي ما فيهمش هاد الرموز وفيهم هاد الرموز الأخرى، يعني القطب السالب هو 31، القطب الموجب هو 49، القطب 49 أ هو القطب السي هنا في هذا الريليه، والقطب السي في هذا الريليه هو القطب أغ في هذا الريليه. تنجيو لدائرة التحكم تلقاو فيها هاد الأرقام هادو هنايا، هادو خاصين بالنور الفاركود، يعني هادو عندنا ما نديرو بيهم. تنجيو لهاد الجهة، يعني هاد القطب اللي خارج لينا من هنا من السي أو من هنا من 49 أ تيجينا لها 49 أ تاع دائرة التحكم
اللي هي المشترك، بحيث اننا فاش ترفعوا ذراع تحكم الفوق تتعطينا الاشارة رايت يعني الجهة اليمين، وفاش تنزلوا ذراع التحكم لتحت تتعطينا الاشارة ليفت يعني الجهة اليسار. نكتفي بهذا القدر هذا، شكرا على حسن المتابعة، الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.